فالورقة المقدمة إذن هي جد مختصرة، تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو يتناول عملا يمكن اعتباره اقتراحا تقنيا، اقتراح تقني يتعلق بالخطوات الأساسية المقترحة لإنقاذ النص التراثي المخطوط عموما، وهي في مجملها عبارة عن مجموعة مراحل تتعلق أولا بضبط الموجود، والبحث عن المفقود والعناية بهما معا بالمعالجة والصيانة والفهرسة. وهذه العملية يمكن معالجتها على مستويات ثلاث. المستوى الأول البحث والكشف عن النص المخطوط. فأقول أولا وما سأقول هو في واقع معلوم لدى الأغلبية بأن النص التراثي المخطوط وصلنا أشكالا وأنواعا، فمنه العنوان الواحد المصان بين الدفتين وهو المصطلح عليه بالكتاب، وهذا إذا ضم بين دفتي أكثر من عنوان أطلق عليه كتاب مجموع، وما أكثر هذا النوع من المجاميع على كل حاوية كثيرة. ومن النص المخطوط ما وصلنا على شكل وثيقة توثق لثبوت حق، ومن هذا النوع العقود التي تسجل بين أطراف عدة، أو وثيقة تتضمن تسجيل حدث أو أحداث أو خطاب تواصل إلى غير ذلك. وهذا كله عادة ما يكون مرسوم إما في ورقتين أو ورقتين أو ثلاث. ثم النص التراثي المخطوط إما أن يكون محررا على ورق أو كغد أو رق أو حجر أو عسب أو خشب أو جبس أو عظم أو لوحة نحاس أو حديد أو ذهب. فكل ما يسطر بخط اليد على أي كان فهو يعتبر على كل حال مخطوط، يدخل في 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 اسم المخطوط. وبلداننا الإفريقية غنية بالنص التراثي المخطوط، وقد وصلنا محررا بطرق شتى وتوزع على جهات حفظ متعددة ومتنوعة، فمنه ما احتفظت به المكتبات الحبوسية أو الوقفية، ومنه ما احتفظت به المكتبات الجوامع والزوايا، ومنه ما في المكتبات الخاصة، ومنه ما تحتفظ به الحكومات في المكتبات العمومية والوطنية. وهذا وإن كان منظما ومحفوظا ومعتنى به فإنه قليل ولا يمكنه أن يعكس ما يتوفر عليه البلد من أنواع التراث، من مجموع التراث. كما أنه من الصعب أن يعتمد عليه في تقديم الصورة المتكاملة عن ذلك البلد وحضارته وتاريخه. ومعلوم أن أغلب البلدان الإفريقية قامت جهاتها الرسمية بمجهودات للحفاظ على تراثها، فأخرجت فهارسة لمجموع ما تيسر جمعه إياه من تراث مخطوط إسلامي، لكن أغلبه لا زال مجهولا غير معروف لدى أهل هذا الشأن والباحثين فيه عموما. وقد أثبتت التجربة من خلال البحث العلمي الجاد في هذا المجال أن واقع أغلب التراث المخطوط بأي بلد وعلى الخصوص صنف ما نسميه بالنوادر توجد في الغالب الأعمي في الزوايا والمساجد والمكتبات الخاصة، وأن أغلبه غير معروف ولا مصان عند أصحابه، بما يضمن ويحافظ على سلامته من الضياع والتلف. ولذلك نبه خبراء الموضوع بضرورة الوصول إلى هذه الثروة الإنسانية المجهولة والتي غالباً ما تحمل المفاجآت، ومعرفتها والمساهمة في الحفاظ عليها ولأجل هذا ابتكرت مؤسسة عدة طرقاً متعددة علها توصل للمقصود ومعرفة ذلك المجهول حتى يمكن الاستفادة منه. منها تنظيم جوائز تشجيعية للكتاب والوثائق المخطوطة، وفتح باب المنافسة بين ملاك هذا النوع من التراث وترشيحه للفوز بالجائزة. وإن للمملكة المغربية تجربة في هذا الباب، تمكنت من خلالها وزارة الثقافة بالتنسيق مع المكتبة الوطنية من اكتشاف العديد من النصوص التراثية المخطوطة التي كانت مجهولة، وكذا الوثائق التراثية المخطوطة المتنوعة المواضيع، ووفرت منها نسخا مصورة حتى تكون رهن إشارة الدارسين والباحثين. وهي إلى جانب هذا أخذت المبادرة فقامت بترميم مجموعة كثيرة من النصوص على أن هذه العملية لم تبقى في دائرة اهتمام وزارة الثقافة فقط، وإنما توسعت دائرتها لتشمل جهات أخرى مسؤولة أيضا مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تتوفر على قسم خاص للعناية وإنقاذ التراث المخطوط. وقد لعبت هذه الجهة دورا في غاية الأهمية في اكتشاف العديد من كتب التراث بالزوايا والمساجد والفهرسة، وقامت بفرص مجموعة من المكتبات أيضا الحبوسية، بل جميع المكتبات الحبوسية هي الآن مفهرسة ومتوفرة لنشاط الباحثين.
المستوى الثاني الصيانة للموجود ومعالجته، على أنه بعد محاولة التعرف على هذه النصوص التراثية والكشف عنها وقد كانت مجهولة، تأتي مرحلة الصيانة لها ومعالجتها، وهذه تعتبر عقبة بالنسبة لبلداننا. وإن واقع أغلب كتب التراث الإسلامي الإفريقي جد سيئة، فالكتاب التراث المخطوط الإفريقي يعاني من الإهمال في محل وجوده، ويشكي ويستنجد ويلتمس التدخل لأجل الإنقاذ والصيانة ثم الإحياء له. وإن الأمر جد سهل إذا تعلق الأمر بالنص التراثي المفهرس بالخزائن الوطنية، إذا تيسرت عزيمة الصيانة، لأنه يمكن تناوله، على أن الإشكال الكبير يتعلق بالنص التراثي الذي عند الخواص أو في مكتبات الزوايا وشبهها، وهذا يشكل معضلة من معضلات التراث الإسلامي الإفريقي المخطوط. والسبب الرئيس في هذا هو ضعف الإمكانات المادية اللازمة وعدم توفر وسائل الصيانة أو تقادمها إن توفرت، وتارة متابعة الصيانة الضرورية لها. المستوى الثالث الفهرسة العلمية، وهي العملية الأخيرة التي يمكن إنجازها في إطار الحفاظ على النص المخطوط ومحاولة أرشفته تحت رقم تسلسلي غير قابل للتغيير، مع تعميم خبره في سجل المطبوع أو ما يسمى بالفهرس الوصفي للمخطوطات، قابل للتداول بين أيدي الباحثين والمهتمين والتبادل بين المكتبات المحلية والوطنية والدولية. ومما لا شك فيه أن عملية الفهرسة هاته عنصر مهم جدا في التعريف بالكتاب، حيث تقدم المعلومات الكافية عنه وتتبع أخباره ونسخه المنتشرة في مكتبات العالم. وإن هناك محاولات كثيرة بدلت في فرص مجموعة من المخطوطات على مستوى أغلب الدول الإفريقية، ولكن بالتأكيد ستبقى محاولات متواضعة، فهناك جهات كثيرة ببلداننا الإفريقية لم تشمل هذه العملية بسبب صعوبات عديدة ومتنوعة. وقيد ختام هذا القسم الأول أن هذه الخطوة والمجهودات المقترحة قد تقدم خدمة كبيرة للباحث في هذا الشأن، كما أنها ستكمل الجهد الكبير الذي قام به المستشرق الألماني واعتبر في وقته إنجازاً ضخماً كبيراً عند إخراجه لعمله الموسوم بتاريخ الأدب العربي لكارب بروكلمان. وعندما سيتأكد لدينا وبالملموس أن عمله هذا قدم مبتوراً وأنه تنقصه آلاف عناوين الكتب التراثية الإفريقية المخطوطة التي لم يقف عليها، هذا أول. ثانياً سيتبين أن كل من اعتمد عليه اعتماداً كلياً، يعني على الكتاب هذا المفرس لكتب العالم، قد فاتته معلومات أخرى عن نسخ أخرى بقيت نسياً منسياً في إفريقيا الغنية بالمخطوطات. القسم الثاني، وأنا سأختم، القسم الثاني يتعلق بالخدمة العلمية التي تقدمها المؤسسات العلمية الأكاديمية وعملية الطبع التي تنهض بها المؤسسات الوقفية، وهذا يمكن تناوله في فقرتين. الفقرة الأولى دور المؤسسات الرسمية في تيسير سبل الاستفادة من نص التراث المخطوط. أما الحديث عن المؤسسات الرسمية المعنية بعملية إنقاذ وإحياء التراث وإحيائه فيمكن معالجته في فقرتين. الفقرة الأولى تحديد الجهات الرسمية المعنية بالموضوع، ويأتي في مقدمة هذه الجهات الرسمية المعنية بالبحث لإنقاذ النص التراث المخطوط رقم واحد وزارة الآثار والشأن الثقافي حسب تسمية الدول على كل حال. وهذه يقع في على عاتقها شأن كبير في إعداد الطاقم والإطار الخبير في هذا الشأن، والذي يمكنه بخبرته وما توفر له الوزارة الوصية من إمكانات مادية لإنجاز عمله. ثم هذه الجهات هي التي تمد مكتباتها الوطنية والتي تعتبر الجهة الفاعلة، ذلكم لأنها هي التي تحفظ هذا النص وتحتضنه وتقدم المساعدات لمن يهم الأمر. رقم اثنان، الجهة الثانية المعنية بالموضوع هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذه يمكنها ترتيبها في عملية الإنقاذ في المرتبة الثانية بعد الوزارة الوصية التي هي كما قلنا الشأن الثقافي. وهذه الأخيرة تتبعها جامعات، والجامعات تضم الكليات العديدة وكلها معنية بخدمة هذا الكتاب، كل يتناول من جهة اختصاصه، بحيث نحن حتى كتب الطب بالمستوى المملكة المغربية هناك كتب طب باللغة العربية تحقق وتقدم كأطاريح لنيل شهادة الدكتوراه في الطب، ومنها كلية الطب في مدينة فاس مثل أرجوزة ابن طفيل. هذه كلها مسجلة وكتب كثيرة جدا، بمعنى أن المملكة المغربية تهتم بالكتاب التراثي المخطوط على شتى بجميع علومها على كل حال. وكما قلت الجامعات هي تضم مجموعة كليات، وقد أثبتت التجربة أن مجموعة من وحدات البحث قد لعبت دورا كبيرا في إنقاذ مجموعة كثيرة من النصوص التراثية، وأن أغلبها أخرج للوجود ومطبوعا. رقم ثلاثة، مراكز البحث
في شأن التراث المخطوط والمنظمات الغير الحكومية وهي المؤسسات الحرة التي تشكلها جمعيات المجتمع المدني ذلك الطابع ذات الطابع الأكاديمي مثل مؤسسة جمعة المجيد مثلا بالإمارات ومؤسسة الفرقان ولقد لعبت دور كبير جدا مؤسسة الفرقان في هذا البلد وأعدت فهارس كثيرة جدا أنا متتبع لهذا الشأن هذا على كل حال أعدت فهارس كثيرة جدا ومركز نجيبويه أيضا هو يتحرك الآن في إفريقيا مركز نجيبويه وغيره من المؤسسات التي عادة ما تنشط بالتعاون مع المؤسسات الرسمية وتعمل في الغالب على تقديم خدمات أساسية مثل إنجاز الفهارس المكتبة الخصوصية والإصلاح والترميم أيضا وإن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لا تعتبر لبنة أساسية إلى جانب باقي المؤسسات التي انتدبت نفسها لإحياء هذا التراث النفيس وحول هذا الشأن نجتمع تفعيلا لبرنامج لجنة إحياء التراث الإسلامي الإفريقي بفرعها بدولة النيجر الإفريقي أيضا. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.